طب معانا الفنانة الرائعة واللي كانت صديقة وبتشتري روايات احسان عبد القدوس عشان تعملها افلام، استاذة النجمة الكبيرة نبيلة عبيد. يا بلبلة اهلا اهلا، منورة الدنيا يا حبيبتي. يا رب يخليك، منورة بوجودك. الله يخليك. معاك الاستاذ طارق الشناوي والاستاذ طارق الطاهر رئيس تحرير اخبار الادب. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قولي لي بقى حكايتك ايه مع الاستاذ احسان عبد القدوس يا استاذه؟ حكايتي ما هي معروفه، كل الناس عارفاها، وطارق والاستاذ اللي ما كلهم عارفين. انا كنت غاويه جدا جدا جدا، يعني كنت بتابع افلامه قوي 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 قوي. لما بديت اتعلم ان انا اخد روايه كويسه، اللي وجهني رمسيس نجيب. تمام. يعني اللي قال لي عشان تاخدي روايه كويسه لازم تاخدي من احسان عبد القدوس. يعني هو في خطوه خطوه، واللي عرفني برمسيس نجيب الاستاذ تبارك الصحفي الله يرحمه، محمد تبارك. ايوه. فانت عارف ان يوم 18 الذكرى ال 25 بتاعته 25 سنه عدت؟ امبارح الذكرى 25 12 يناير الذكرى ال 25 يوم 18 عاملين الاحتفال في روزاليوس. ان شاء الله موجوده. الاستاذ طارق بيقول لك شرفنا وجودك يا استاذه، يوم 18 ان شاء الله هنبقى موجودين. ده ضروري ضروري ان شاء الله. فانا اللي عرفني على احسان عبد القدوس هو رمسيس نجيب. تمام. فلما بديت انا اعرف الاستاذ احسان الله يرحمه، هي بدت الاول بروايه اسمها وسقطت في بحر العسل. انا بصراحه كنت عايزه روزا يوسف منه. فقال لي لا ما تعمليهاش واركنيها على جنب. حبيت اساله ليه؟ قال لي تتعامل بكل اللي فيها، مش عايزه الفيلم ينجح. كان عنده رؤيه كده، وجهه نظر كده تحترم. قال لي لا سيبي دي في وسقطت في بحر العسل، خدي وسقطت في بحر العسل. ده كان اول ترشيح. انا خدتها وقريتها واعجبت بيها، لان انا في الفتره دي كنت بمر بحاله كده. بحاله كده زي اللي سقطت في بحر العسل. تمام. بعد ما عملت الفيلم ده كان انتاجي انا، بعد ما عملت الفيلم رحت له بقى تاني وقلت له عايزه روايه تانيه. قال لي خدي ولا يزال التحقيق مستمر. اداني ولا يزال التحقيق مستمر وعملناه وكسر الدنيا. رحت له تالت قال لي خدي ارجوك اعطيني هذا الدواء. خدت ارجوك اعطيني هذا الدواء. وبعد كده بقت كل روايه هتنزل يكلمني في التليفون يقول لي اقري الاهرام. يا سلام. او روايه مش هتنزل يقول لي تعالي في روايه عندي، تعالي البيت، تعالي اقعدي اقريها في المكتب. اروح المكتب واقعد قدامه مع العيله، واروح اقعد على الكنبه في اوضه المكتب واقراها، اقول له تنفعني؟ يقول لي جدا جدا. طيب اوكي. اروح واخداها على طول، بدايه بقى من الراقصه والطبال وايام في الحلال والراقصه والسياسي. انما اللي جاي العذراء والشعر الابيض. لا العذراء والشعر الابيض، العذراء والشعر الابيض دول منتج هو اللي جاب لي العذراء والشعر الابيض وانتحر صاحب الشقه. هم دول اللي ابوي. اللي احسان يعني. طب ايه الفرق؟ استاذه نبيله قولي لي ايه الفرق بين الافلام اللي انت عملتيها من روايه لاحسان عبد القدوس وافلام مش من روايه لاحسان عبد القدوس؟ هل هناك فرق مثلا في اي شيء؟ لا، هو القصص بتاعت روايات احسان يعني بحس انها مناسبة لي قوي. يعني القصص، يعني لما كنت اقرا له اصدق كل كلمة ما مكتوبة، اصدق ان الست بتقول كده، الست مشاعرها كده، الست ده مظبوط. فلما كنت باخد منه الرواية واقراها وابتدي اعيش فيها وابتدي خلاص انا هعملها، مصدقاها، مقتنعة بيها، مقتنعة بكل حاجة. يعني هو اكبر واحد على انه يعني يجسد مشاعر المرأة. يا استاذة نبيلة انا بشكر حضرتك على هذه المداخلة الجميلة، ونشوفك يوم 18 ان شاء الله في روزا اليوسف منورة. ميرسي يا استاذة. ان شاء الله ان شاء الله، ومساء الخير عليك، وخلي بالكم من البرد اعملوا معروف. شكرا جزيلا يا استاذة. ميرسي يا حبيبتي.